السؤال الرابع والأخير أسماء. أسماء وليد، اتفضلي يا أسماء وهنشوف موضوع السؤال إيه. علم تاني، 30 نقطة. علم، والسؤال هو جغرافيا. في أي محافظات إقليم جنوب الصعيد المصري تقع جزيرة الشورانية؟ مساحتها حوالي 10,000 كيلومتر مربع. أنا؟ جنة. جنة إجابة خاطئة. من أكبر جزر النيل من حيث المساحة والسكان جنة جمعة. سوهاج. سوهاج. جنى سوهاج، طبعا زي ما الجمهور سقف، إجابة صحيحة. أفضل لاعب في ماتش النهاردة طبعا أحمد حمودة ب90 نقطة. الشهيد محمد نصر بلال، ودعته البطولة، لعبته ماتشين، اكتسبته شوية خبرة، هو درس قاسي ولكن مهم. كل مباراة وبتبقى أصعب من اللي قبليها، ولكن اكتساب الخبرة مهم. نحيي كلنا مدرسة الشهيد محمد نصر بلال. من اللمحة الشرقية، تأهلتوا لدور الثمانية، ولكن مش ده الأداء اللي أنا متوقعه منكم خالص. في مباراة تانية لو قدامكم فريق عنده خبرة كان خلص المباراة دي من زمان، عشان كده عندكم فرصة ان انتوا تعدلوا المسار وتستعدوا بطريقة تانية، تعملوا مجهود اكتر علشان تعرفوا تكملوا. اتفقنا؟ نحيي كلنا مدرسة منيا الامر. اشهر